والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك يا نور الله. إن الحمد لله, الحمد لله رب العالمين, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وكريمنا وقاسمنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم, أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة, من يطع الله ورسوله فقد رشد, من يعصهما فقد غوى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويحب أهل البيت ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه, فإنما نحن به وله. أما بعد, فيا أيها الأمة, اليوم نحن نذكر بشرف المدينة والبكاء في ذكر شهادة أهل البيت كذكر مريم عليه السلام في سورة مريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرف المدينة: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا عذابه الله في النار ذوب الرصاص وذوب الملح وذوب الملح في النار. رواه مسلم. روى هذا الحديث عن أنس بن رضي الله تعالى عنه وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم, يعني روي هذا الحديث بكثرة. وجاء في حديث أخرى عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا, لا يقطع شجرها ولا يحدث منها حدث, من أحدث فيها حدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, ولا يقبل الله يوم القيامة شرفا ولا عدلا. رواه البخاري. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة, ولكن يحب المدينة حبا جما, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري. والبكاء في ذكر شهادة أهل البيت كذكر مريم عليه السلام في سورة مريم, كما قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فحملته فانبذت به مكانا قصيا, إلى آخر هذه القصة. وجاء بحث كبير في الرق والبكاء في جميع كتب تصوف الحديث, كما جاء في البيهقي والدهلمي عن جرير بن عبد الله البجلي قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قارئ عليكم سورة ألهاكم التكاثر, فمن بكى فله الجنة, فقال: فبكى بعض فلم يبك الباقون. قال الذين لم يبكوا: لقد جحدنا يا رسول الله أن نبكي فلم نقبل. فقال: إني قارئها عليكم الثانية, فمن بكى فله الجنة, ومن لم يقدر أن يبكي فليتباك. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وجاء في حديث أخرى عن شداد بن الحادن يقول: سمعت نشيد عمر بن الخطاب وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح بقراءة من سورة يوسف, يقرأ من سورة يوسف يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. روي في سنن الكبرى. اللهم وفقنا أن يحترم المدينة المنورة, ووفقنا أن نبكي في ذكر خوفك وفي حب محمد صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وأهل بيته المكرم وشهداء كربلاء وبدر وأحد وجميع الشهداء والأولياء والأصفياء إلى يوم الدين, لدعوة الله تعالى لنا أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين, إنه تعالى ملك جواد بر الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك نور الله. إن الحمد لله, الحمد لله حمدا كثيرا, وسبحوا بكرة وأصيلا, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سميعا قديرا, ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وكريمنا وقاسمنا مولانا محمدا عبده ورسوله مخاطبا. نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وقبض ومرض وشفاء. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتفضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا منهم على صهر صاحب النبوة أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وعلى الفارق بين الباطل والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى خطيب المصطفى صاحب الإيقان كامل الحياة والإيمان جامع القرآن أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى عالم المسلمين أسد الله الغالب أسد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها فأعطي خيبر صاحب الذوالفقار كما قال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أمير المؤمنين خاتم المصطفى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم عليه السلام رضي الله تعالى وعلى أزواج المطهرات للنبوة وعلى فلذة كبد النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء سلام الله عليه رضي الله تعالى عنهن وعلى ولديه الشهيدين سيدي شبار الجنة الحسن والحسين عليهما السلام رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام الأشهد وعلى عمه صلى الله عليه وسلم المعظم عند الناس والمطهر من الدنس والأرجاس الشهيد بأحد الحمزة وأشفقهم عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام العشرة المبشرة والتابعين من تابعهم أجمعين وعلى المشرفين بالإسلام إلى يوم الدين خاصة دوس العظم قدس المسير العجيب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اهد أئمة المسلمين إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم خلد ملكنا ممالك الإسلام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى بنيهما الفاطمة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والحب والنية إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان بحرمة سيد المرسلين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأكبر. أقم الصلاة.